Now we can introduce the third speaker, Professor Dr. Afaf Korraa, أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال كلية طب بنات الأزهر. هتكلمنا عن الأكيوت برونكيولايتس أبديت. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر اللجنة المنظمة على دعوتي, وأنا كل سنة يعني سعيدة أن أنا بشارك معاك وبسمع الحقيقة محاضرات جميلة من السادة الأساتذة والناس المشاركين كلهم في المؤتمر. البرونكيولايتس انا هتكلم النهارده على الاي اي بي ابديت بتاع البرونكيولايتس اللي هو امريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس, هو اخر ابديت طلعه اللي هو سنه 2014 ولسه ما جددش تاني, لان هو لسه كل كده 3 سنين بيجدد. الحقيقه انا مش مع الدكتور محمد ان احنا نقول لا نرمي الاي اي بي ومش مهم عندنا, لانه هم اللي بيعملوا الريسيرشز, هم اللي بيعملوا الابديتنج. يوم ما احنا نعمل الابديتنج, يوم ما نعمل الريسيرشز الصح, نبتدي احنا نقول اوكي. زي الهنود, الحقيقه الهنود عملوا فعلا حاجات لوحدهم وابتدوا هم يعملوا ريسيرشز ويعملوا ابديتنج لوحدهم. ده بس يعني الكومنت البسيط, فده اللي هنتكلم عنه النهارده. طيب ايه هو البرونكيولايتس؟ البرونكيولايتس هو عباره عن فيرال انفكشن بياخد اللور ريسبيراتوري تراكت, لكن لازم يعدي الاول على الابر ريسبيراتوري تراكت ويعمل لي كورايزا الاول, وبعدين يدخل على اللور ريسبيراتوري تراكت الانفكشن اللي بيحصل. وهنمشي كده في التور ده شويه بعد شويه. طب ليه اشمعنا هم عملوا ابديت للبرونكيولايتس؟ ما انا عندي كذا حاجه. ليه عملوا جايد لاين للبرونكيولايتس؟ البرونكيولايتس از ذا موست كومن كوز اوف هوسبيتاليزيشن في اول سنه من عمر الطفل. مش بس كده, ده 8% منهم بيدخلوا على البيكيو, يعني على الانتنسيف كير, فالحكايه كبيره مش قليله. الحاجه اللي هم دايما يعملوا حسابها هو الكوست. لقوا ان كل اغلبيه الاطفال اللي بيدخلوا المستشفيات, في اطفال مش لازم يدخلوا المستشفى, ولما بيدخلوا المستشفيات بيستعملوا انتيبيوتكس وبيستعملوا اكسجين وبيستعملوا حاجات وديفايسز كتيره وهم مش محتاجين. فعشان كده قال لك ده الكوست عالي جدا, ده احنا بندخلهم والكوست بالبليونز, سواء كان في الهوسبيتال ستاي اللي هم بيقعدوها او من الدراجز اللي احنا بنستعملها. فابتدوا يشوفوا ايه الحاجات الايفيدنس بيز اللي هيشتغلوا عليها. فطبعا زي ما على ما اظن دكتوره منى اتكلمت على الايفيدنس بيز, وابتدوا هم يشوفوا الريسيرشز بتاعتهم وابتدوا يحطوا ده سترونج ريكومنديشن ولا ده ويك ولا ده ايه الريكومنديشن بتاعها, عشان نبتدي تفولو ذيم في التريتمنت بتاعهم, ونبقى كلنا ماشيين بهدف واحد وكل الدول ماشيه بحاجه واحده. فالجايد لاين ابتدى يشتغل على اول سنتين من عمر الطفل اللي هو من الزيرو, من الثلاث اشهر تقريبا لحد 23 شهر. احنا طبعا عارفين ان كوزاتيف اورجانيزم في كتير, اللي هم البارامكزوما فيروس اللي هم اهمهم الريسبيراتوري سينشيسال فيروس والانفلونزا والبرا انفلونزا والادينو فيروس والميتانيمو فيروس, لكن اهمهم هو الار اس في. ايه بقى اهميه الار اس في, او شكله ايه الار اس في ده؟ المهم ان هو بيجي زي ما احنا دلوقتي في شهر 3, فهو بيجي من 12 من ديسمبر لشهر 3, هو ده البيك بتاعه. بيجي في اول سنتين من عمر الطفل, اهمهم هم الثلاثه لخمس اشهر الاولانيين, وبيبتدي بكورايزا يعني راينايتس وفيفر, والفيفر ده تقريبا ما بتحصلش 39, وبعد كده بتفولو بكرونيك كاف او بيرزيستنت كاف, تقعد معانا لثلاث اسابيع او لشهر. الار اس في ده الاستراكشر بتاعه انر استراكشر, بنلاقي فيه سنجل ار ان اي.
الاوتر ستراكشر وهو ده المهم بيبقى عندي تو بروتينز، البروتين اللي هو اف بروتين او الاتاتش الفيوجن بروتين والاتاتشمنت بروتين. الاتاتشمنت بروتين البادنج اللي انتوا شايفينها دي، الاتاتشمنت بروتين هو اللي بيقف على السيل ميمبرين، وبعدين الفيوجن بروتين بيعمل زي الشنيور اللي هما بيسموه سبريدنج ديفايس. سبريدنج ديفايس شنيور هو اللي يحفر ويبتدي يبتدي الجينوم يدخل او الار ان ايه يدخل على السيل. واول ما الار ان ايه تدخل على سيل تبتدي يحصل لها ريبليكيشن، يبتدي يحصل نيو فيروسز، وبعدين يبتدي كل الكلام ده يحصل له بادنج اوت، ويبتدي يحصل بريدجنج على السيل اللي بعدها. فانترستنجلي انف ان هو لما بيجي الار اس في بياخد اللايننج بتاع كل الريسبيرتوري تراكت، مش بس اللور، بياخد من اول النيزل ميكوزا، بياخد التراكيه، بياخد البرونكاي، بياخد البرونكيول، ماشي كده على طول. فيبتدي كورايزا وبعد كده يدخل على طول على كرونيك على اللور ريسبيرتوري تراكت وسيفير انف وانه يحصل بيرسيستنت كاف. لما بيحصل السيلز دي بتبقى انفكتد، مع الوقت بيحصل شيدنج اوف ذا ابيثيليوم، والشيدنج اوف ذا ابيثيليوم ده يحصل له بعد كده كلوج للبرونكيول. كلوج للبرونكيول يعني بتقفل لي البرونكيول، لكن بيحصل ايديما اوتسايد وسيلولار انفلتريشن اوتسايد ذس برونكيول. عشان كده ما بيحصلش ماسكولار كونستراكشن، ما عندوش ماسكولار كونستراكشن، انما بيحصل اوتسايد كونستراكشن، في كومبريشن فروم اوتسايد. عشان كده هتشوفوا ان البرونكو دايليتور ملهوش معنى ان انا اديه، مش هيعمل لي حاجه، لان كل السبازم اللي حصل حصل من الاوتسايد للبرونكيول ده، مش المسلز نفسها حصل لها برونكو كونستراكشن. نيجي للابيديميولوجي. طب الترانسميشن ازاي؟ طبعا الكل هيقول دروبليت انفكشن، صح انا على عيني وراسي دروبليت انفكشن، لكن الاهم واللي لاقوه اهم هو الدايركت كونتاكت، اللي هو الهاند، اللي هو الديفايسز، اللي هو اللبس بتاع الطفل. لقوا انه الهاندز بس بيقعد عليه الفيروس تلت ساعه، تلت ساعه يقعد الفيروس عليه. لقوا الاوبجكتس اللي حوالين الطفل يقعد عليها الفيروس 90 دقيقه، يعني ساعه ونص. look for how long او يعني او how strong الفيروس ده لما يثبت على الحاجه يقعد مده طويله. فلقوا ان الترانسميشن اكتر هو بالهاند مش بالدروبليت. يجي بعد كده بقى الدروبليت انفكشن اللي هي تقريبا على 4 فيت، يعني متر وي تقريبا، انه ممكن ينقل الفيروس من شخص لشخص تاني. طيب الساين والسيمتوم زي ما قلنا ان الكورايزا بتبتدي وبعد كده بيرزيستنت كاف وفيفر بسيط ممكن توصل ل 38 ونص، وبعد كده بيرزيستنت كاف تقعد لي 14 يوم، لا ده ساعات تقعد 3 اسابيع، ساعات تقعد شهر. طيب في البريماتيور او في العيال الصغيرين ممكن العيال الصغيرين هم اقل من سنه ممكن يجي على هيئه ابنيا. يعني لو طفل عنده ابنيا وعنده كان راينايتس قبلها اعرف على طول ده ار اس في، وده بيبقى من ضمن الحاجات انه لازم يدخل البيكيو فيها، يبقى الابنيا وان مانيفستيشن اوف ار اس في. نيجي بقى نشوف الجايد لاينز قالت ايه. قالت انه انتوا هتدخلوا الطفل، بعد ما هتدخلوا الطفل ده هتعملوا له ايه؟ اول حاجه احنا بنعملها بنروح عاملين السي بي سي والاكس راي. قال لك لا، ولا تعمل لي سي بي سي ولا تعمل لي اكس راي، امال نعمل ايه؟ قال لك انت خليك ستك للكلينيكال فايندنجز اللي انت شايفها. الكلينيكال فايندنجز هي اهم حاجه، الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن هي اهم حاجه، مالكش دعوه خالص بالسي بي سي، لا هيودي ولا هيجيب ولا هيفرق معاك لا في الريسبيراتوري سكور ولا في الهوسبيتال ستاي ولا الاكس راي. طب الاكس راي يا سيدي؟ قال لك لا، لان الاكس راي مع الوقت هتديني شبه النمونيا، شويه اتاليكتس على شويه هايبر انفليشن على شويه ريتيكوليشن، فانت هتتلخبط. فخليك مع السيمتومز والساين، والكلام ده كان سترونج ريكومنديشن ان انت ما يعني دونت رش ان انت تعمل السي بي سي ولا الاكس راي لو انت عندك الهيستوري واضح جدا. طيب امال اعمله امتى؟ قال لك ممكن تعمل اللاب لو فبرايل اكتر من 39 او الطفل ده صغير قوي اقل من 3 مانتز with no identified focus خالص، انت مش لاقي، مش عارف هو فيفر العاليه دي ليه، هنا ممكن تعمل الاكس راي. طب
الحاجة التانية قلنا الراديوغرافي ما بيتعملش خالص وما بقوش مستحب، حتى الكلام اللي انا كاتباه من تحت ده ما بقوش يعملوه. طيب بعد ما دخلته وما عملناش كده لازم تؤسس السيفيريتي. طب انا هاسس السيفيريتي على اي اساس؟ اهم حاجه هو الريسبيراتوري ريت لو اكتر من 70 انت كده دخلت في السيفيريتي، اكتر من 70 دخلت في السيفيريتي. طب ايه تاني الحاجات اللي انت ممكن تبقى ريسك فاكتور عندك؟ اللي هو الطفل من 6 ل 12 اللي عندك بريماتشور بيرث، اذا كان اندرلاين كارديوبولمونري ديزيزز، اذا كان طفل عنده ديفلوبمنت اوف ابنيا او هيمودايناميكلي سيجنيفيكانت كرونيك هارت ديزيز او كرونيك لانج ديزيز، تكبني اكتر من 70 اميونو ديفيشنسي. دول اللي انتوا شايفينهم دول اللي بندخل عليهم البيكيو، يعني دول الهاي ريسك، دول ندخل عليهم البيكيو ما يتحطش في ورد عادي خالص. طبعا الديفرنشال دياجنوزز اللي انت هتحطه في بالك، اول حاجه النمونيا. طب ليه ما تقبش نمونيا؟ ما انت بتقولي فيفر وتكبنيا ومش عارفه ليه ما تقبش نمونيا. قال لك خلي بالك من حاجه، النمونيا لو بكتيريا النمونيا هتبقى اكتر من 39، لازم هتبقى اكتر من 9 لو بكتيريا النمونيا. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا قلنا هنخلي بالنا من الساينز. لو انا بصيت هلاقي ان الاطفال اللي هم البرونكيولايتس بيبقى عندهم ويزس وذ كراكل. كراكل يعني ريلز، كلاكر يعني كريبيتيشن اللي احنا بنسمعها، هتبقى اول اوفر ذا شيست. لكن بتوع النمونيا بتبقى فوكال في حته معينه اللي هي الحته اللي فيها كونسوليديشن. كلمه كونسوليت الكريبيتيشن الحقيقه ما بقيناش نقولها قوي في الانفنت الصغيرين دول. امال ايه؟ هنسمع اند انسبيراتوري كريبيتيشن. لازم الطفل وهو بيعيط او هو بياخد نفس جامد قوي هتسمع شويه كراكل في الاخر، وهيبقى لوكال مش زي بتاع البرونكيولايتس. لو كان ده بقى زي ما قالت دكتورة هالة ده أزمة، يبقى طبعا هيبقى عندي history persistent wheeze without crackle، هيبقى في recurrent episodic wheeze، هيبقى في family history of atopy. الجايد لاين تاني بيقول ايه؟ المونيتور. طب انا دخلت الطفل ولقيته بالطريقه دي، هعمل هحط له البالس اوكسيميتر؟ اه لازم تحط البالس اوكسيميتر اول مره تشوفه ده اكتر من 90 ولا اقل من 90، الاثنين يفرقوا عن بعض، تحطها مره. لكن انت عارف هم كانوا عمالين يعملوا ايه؟ هم كانوا عمالين يشوفوا هحط المونيتور ده طول الوقت كونتينوس ولا ان انا هديه شط بس، يعني يدخل اروح ايسال واروح شايلاه. ليه؟ لان ده بالنسبه له توفير في الجهاز، ده بالنسبه له توفير في الكهرباء. فيعني هم بيفكروا بالطريقه دي، يعني حاسبينها بالطريقه دي. فهو قال لك لا، كونتينوس مونيتورنج لا، انت يا دوبك ان انت تعمل شط بس تشوفها. امتى تعمل كونتينوس مونيتور؟ لو لقيت الاكسجين ساتوريشن اقل من 90 او لقيت الولد سيفيرلي ديستريس، هنا خليها كونتينوس مونيتور. بعد كده اتكلموا على الاكسجين. طب هندي للطفل ده اكسجين؟ اه طبعا. لو لقيت الاكسجين ساتوريشن بالمونيتور اقل من 90 لازم اديله اكسجين، لازم اديله اكسجين. طيب هديله اكسجين بانهي طريقه؟ اديله هيوميديفايد اوكسجين، هيوميديفايد اوكسجين بس بطريقه ايه؟ سباب لو عايز، عايز تنت لو عايز، ماسك لو عايز، لكن اللي لقوه احسن حاجه هو الهاي فلو نيزل كانيولا. يعني هي دي، وغالبا هيطلع الجايد لاين بالهاي فلو نيزل كانيولا في الحالات اللي هي محتاجه اوكسجين. نيجي بعد كده التريتمنت الثاني بقى، دي اول حاجه اوكسجين، ده لازم strong recommendation. تاني حاجة الهايدريشن. طبعا لا طبعا الهايدريشن لازم اديله. الطفل عارف ياخد ببقه هديله الفلويد بتاعته، مش عارف يبقى لازم هحط له نيزو جاستريك تيوب او انترافينس. المهم ان انا كيب الهايدريشن كويس. اخلي بالي بس ان انا في الهايدريشن ما اعملش اوفر هايدريشن، لان العيال دول بيبقى عندهم صياده او بيدخلوا في صياده. صياده يعني ايه؟ ان ابروبريت انتي دايريتيك هرمون، وبالتالي هيبقى عندهم سولت ريتينشن. فنخلي بالنا بس مع الهايدريشن ان انا من ان الطفل ده يبقى في سياده.
نيجي بقى وده ويك ريكومنديشن اللي هو هايبرتونيك سالاين. الهايبرتونيك سالاين في ناس بتدي بالنيبولايزر، بندي هايبرتونيك سالاين 3% او في ناس جربوها بالنورمال سالاين، لكن هو 3% وقال لك بيحسن السيليا بتاعه السيلز بتاعه الريسبيرتوري تراكت. فقال لك ممكن ان انا ادي هايبرتونيك لكن ما اديهوش في يعني في الامرجنسي، يعني ما يجيليش في الامرجنسي في الاي دي روم بتاعي واديه هايبرتونيك، لا اخليه لما يدخل عندي في الورد انا ممكن هنا ادي هايبرتونيك. لكن زي ما قلت لكم ده ويك ما هواش من الحاجات السترونج، لكن ممكن تتعمل. طب نيجي للالبترول، خلاص هنديه ولا لا؟ هنديه ولا لا؟ لا خلاص ده انتهى، وقدام عاملاه بالازرق كده يبقى ده سترونج ريكومنديشن ما تديش. وقلنا ليه؟ لان مفيش ماسكولار كونستريكشن، ده كله اوتسايد كومبريشن. وطبعا هم جم شافوا لقوا ايه من كتر اللوسز اللي بتحصل، ان الاطفال 80% من كتر ما الاهالي والدكاتره بيدوا يمكن اكتر من 10 دوزز. عارفين يعني ايه 10 دوزز؟ يعني الطفل يدخل في اريتابيلتي، يعني الطفل يدخل في ادريزميا، واحنا برضو مصرين ان احنا ندي. فطبعا دلوقتي نوت ريكومندد اتول ان انت تدي اي حاجه برونكو دايليتر، وبالتالي ما بنديش الانتيكولينرجيك، ما بنديش الليوكوتراين خالص. ابنفرين ندي؟ لا ما نديش، ما بيدوهوش خالص. الا قال لك الا، وبرده ده في الجايد لاين، يعني جايد لاين كاتبها كده عن استحياء، ان انا ممكن اديها في السيفير ديزيزز، لما يكون الطفل عندك في الهوسبيتال وعايز يعني تنقذه على قد ما تقدر تروح مدي. لكن برده لقوا ان هو لا بيأثر في الهوسبيتال ستاي ولا بيغير في الريسبيراتوري سكور بتاعه. الكورتيكوسترويد نيفر ادي كورتيكوسترويد، لانه لقوا ان الفايرال شيدنج بيقعد مده طويله جدا، فبيخلي الطفل يقعد في الهوسبيتال ستاي مده اطول، فما بيدوهوش. وده سترونج ريكومنديشن ما تديش كورتيكوسترويد. ساكشن، اعمل ساكشن للطفل ده؟ قال لك اعمل ساكشن لو الطفل ده دخل عنده ابنيا، لو الطفل ده دخل لك في ابنيا وانت شاكك ده اعمل له ساكشن، حتى لو انت مش حاسس باي كراكل، لو انت مش سامعها اعمل ساكشن برضو، ده حاجه. ففي الابنيا لازم تعمل ساكشن. في الاطفال التانيين اعمل لو هو مش في ابنيا اعمل ساكشن، لو انت حاسس ان النوز فيه اوبستراكشن اعمل ساكشن خلاص. لكن ديب ساكشن از نوت ريكومندد، ان انا اقعد بقى اشيل واحط طول نوت ريكومندد. ده بعض السكورز الحقيقه انا جايباها لان في سكورز كتيره جدا تمشي عليها عشان تعرف السيفيريتي. فانا خلصت 2 minutes طب كويس 2 minutes خلاص. في الازمة سكور في حاجات كتيرة دي ممكن نطبعها او نسيبها لان ممكن تمشي عليها في البتاع. طيب يبقى السكشن قلنا الديب سكشن لا، دخلنا على ايه الشيست فيزيوثيرابي لا، ما اقعدش اخبط واعمل والكلام ده نو مش ريكومندد خالص. الانتيبيوتيك نيفر ان انت تدي انتيبيوتيك الا لو كان في كونكومتنت انفكشن. طب هتدي تعرف ان في كونكومتنت انفكشن ازاي؟ هتعرف ازاي؟ قال لك لو برضو نفس الكلام، لو الفيفر عاليه جدا او الولد سيفيرلي ديستريس او الولد انتيوبيتد، لو الطفل ده هيدخل على انتيوبيشن ويدخل على ميكانيكال فنتيليشن، هنا تقدر بقى عايز تعمل له السي بي سي بتاعه وعايز تدي له انتيبيوتيك زي ما انت عايز، لكن هو نوت ريكومندد. ظريف قوي الجايد لاين ده، مفيش حاجه ريكومندد الحقيقه. ريبافرين لا ما تديش ريبافرين. انت عارفين ريبافرين ده ايه؟ ده الانتي فايرال، ما تديهوش. البريفنشن اهمهم الهاند هايجين بالالكحول بالمش عارفه ايه، زي ما انا قلت ده بيقعد تلت ساعه على الايدين، فلازم تعمل هايد هايجين كويس، لازم تلبس ماسك. اولا الواد ده يبقى ايزوليتد، الطفل ده لازم يبقى ايزوليتد في حته ثانيه. تلبس ماسك، تلبس جاون اكنك داخل يعني على مننجايتس، شوف لدرجه ايه داخل يعني بهذا الريستريكشن يعني. سؤال التباكو الحقيقه اللي لو الاب بيدخن ولا حاجه يروح يدخن في بيته وفي بيت تاني يروح بيت تاني. البريست فيدنج مهم قوي لانه من ضمن البروتكتيف لمده 6 اشهر، ده من ضمن البروتكتيف للبرونكيولايتس. سترونج ريكومنديشن بقى يا سيدي تاني اللي هو قالها عليها الدكتور خشبه اللي هو البالفيزوماب، الحقيقه ده من سترونج ريكومنديشن. بس فين؟ امتى؟ مش كل بريماتيور، لو البريماتيور ده 29 او اكتر ما تدلوش حاجه، لكن لو اقل من 29 او دخل في كرونيك لانج ديزيز
او انه كان بيفضل يتعالج من كرونيك لانج ديزيز، يعني ماشي على دايوريتكس، ماشي على كورتيكوسترويد، ده ياخد البلو استنى بس اما اقراها الباليزوماب ده ياخدها وياخدها بالدوز بتاعها 15 ملي جرام بير كي جي لمده 15، بياخد في الشهر مره واحده ويقعد 5 اشهر ورا بعض ياخدها. اوكي الكومبلمنتري فيه بيقول لك طب والاعشاب طب ومش عارفه ايه والبتاع الصيني والبتاع الياباني، لا هو الفيتامين سي وحاجه اسمها شيء البروبوليس ده اللي ما عرفتوش ده ايه الحقيقه مش مهم، خلينا في الفيتامين سي. الفيتامين سي من الحاجات الريكومندد هي مودريت ريكومنديشن لكن ممكن تديها. الريد فلاج خلاص انا خلصت الريد فلاج. ورسينج ورك اوف بريدنج يعني قلنا 70 لما يوصل 70. فلويد انتيك لو لقينا الطفل بياخد فلويد الانتيك بتاعه قل لحد 50 مش قادر ياخد بيكمل الكوبايه حتى بياخد نص كوبايه وهو متعود ياخد الكوبايه لنفرض يعني الويت نابي في ما بقاش في ويت نابي يعني ما فيش يورينيشن وده دليل دي هايدريشن. اذا كان في ابني او سينوزس اذا كان في اكزوشن اعرف الاكزوشن ازاي اذا كان في الولد الريسبيرتوري تراك جامد يتكبني يبتدى يبقى برادبنيا او ان هو الالترد في الكونشس بتاعه ده ريد فلاج وده لازم ريفيرد لو انت شفته عندك ريفيرد او انه يدخل البيكيو لو كان في الهوسبيتال. وين دو ديشارج وين هي از كلينيكال ستيبل بياخد ادوكت اورال فلويد مينتين الاكسجين ساتوريشن بتاعه اوفر 92% لمده 4 ايام مش اول ما يوصل لي كده اروح مخرجاه لا لمده 4 ايام. والكونكلوجن احنا خلاص مش هقولها تاني لان تقريبا اتقالت وثانك يو. شكرا. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيده.